طيب المحاضرة اللي فاتت يا شباب بدأنا في الفلاسك وحكينا عشان أنت تكتب تطبيق فلاسك بيلزمك 5 خطوات. الخطوة الأولى إنه أنت تعمل import للفلاسك class من الباكج فلاسك. الخطوة الثانية تعرف object منه. الخطوة الثالثة إنه أنت تعرف صفحة وتعرف دالة مرتبطة بهاي الصفحة. طبعا الصفحة اللي تم تعريفها هي صفحة السلاش اللي هي الصفحة الرئيسية، والميثود بترجع بس مجرد انه نص عادي اللي هو هالو وورد. والخطوة الأخيرة انه انت تشغل هذا التطبيق ضمن المين. تمام؟ طيب وشفنا انه في الصفحة ممكن أعمل return ل string عادي، تمام، وممكن أعمل render ل template. طبعا ال render template هذه عبارة عن دالة وين موجودة، موجودة في الباكج هاي في الفلاسك، فبالتالي بعمل import ل flask بالإضافة ل render template. طبعا مفهوم ال rendering ذكرناه إنه مجرد إنه الصفحة هذه بعملها ريندر وبروح ببعتها للمستخدم. تمام؟ الآن الصفحة هذه بدنا ندخل لمفهوم البوتستراب. هاي الصفحة هاي اسمها welcome.html. تمام؟ صفحة عادية، عشان هيك إنه أنا مسجل لك إياها هنا في الريدمي إنه بدك تروح على ان انت تحصل على البوتستراب. البوتستراب انت عندك في الصفحة او في صفحات الانترنت، انت لو بتشتغل كمطور صفحات ايش بيعمل البوتستراب؟ هو عبارة عن باكج اوبن سورس بيعمل لك الصفحة تبعتك، برتب لك الستايل شيت تبعها من ناحية الالوان، بالاضافة لانه بيخليها ريسبونسيف. ايش معنات ريسبونسيف؟ ريسبونسيف عقد حقول لك ثواني. تمام، يبقى البوت ستراب هنا الوظيفه تبعته وظيفتين، انه أول حاجة إنه makes your website responsive، طبعا responsive مقصود فيها هنا إنه من ناحية مقاس الشاشة، ممكن ان هو يشتغل على شاشات كبيرة زي شاشة الكمبيوتر او اللابتوب، وممكن يشتغل على شاشات اصغر زي شاشة التابلت او شاشة التليفون العادي. تمام، فهذه اول شغلة. والشغلة الثانية انه improve the style of your website. تمام، يبقى الادفانتج انت عندك للبوت ستراب انه بيخلي الويب سايت تبعك ريسبونسيف وبيحسن الستايل تبع الويب سايت تبعك. طبعا هاي شغلات انت ممكن تسويها بنفسك، تمام، ولكن في اطر عمل جاهزه اوبن سورس ممكن انه انت تستخدمها، مجرد انه انت تنزلها ممكن تحصل عليها من الرابط هذا getbootstrap.com. بتنزله الملف المنزل موجود انت عندك على الريبوزيتوري على الجيت هاب، هي في مجلد اسمه بوتستراب، في المجلد هذا المضغوط هو اللي نزلته، فكيت الضغط تبعه هنا. مبدئيا انت ايش بلزمك؟ بلزمك شغلتين، CSS و JavaScript.
الستايل شيت ايش حتاخد؟ حتاخد هذا الرئيسية ال bootstrap.css، حتاخد ال bootstrap.min.css اللي هو يعني انه اصغر، يعني انه الامبلمنتيشن الاساسي تبع الستايل شيت. لو فتحته هذا كله عبارة عن ستايل شيت للكلرز، تمام، والشغلات هذه كلها معرفة، وكذلك الخط كلها معرفة هنا، تمام. فبيحسن الشكل العام تناسق الالوان. طبعا انت لما تيجي تصمم صفحة بدك تختار، بدك تلبك الوان مع بعض، لون الخلفية مع لون الخط والشغلات هذه كلها، فهذا انه ملبق لك اياهم مجهزات وحط لك اياهم في ستايل شيت. الشغلة الثانية اللي بتلزمك اللي حتنسخها اللي هي الجافا سكريبت، تمام. طبعا حتاخذ هذه الرئيسية اللي هو bootstrap.js، وحتاخذ برضو المين المينيموم اصغر واحدة اللي هي الامبلمنتيشن الاساسي، تمام. طبعا فيها اكواد جافا سكريبت فانكشنز عشان تحسب لك مقاس الشاشة والشغلات هذه كلها. حكيت هذول الملفات انت وين بدك تاخذهم؟ تاخذهم تنسخهم، وين راح تحطهم؟ راح تحطهم عندك هنا في مجلد الاستاتيك، هذا المجلد. فزي ما انت شايف عندك البوتستراب من دوت سي اس اس والبوتستراب من دوت جي اس. كيف بدك تستخدمهم؟ في صفحة ال HTML عندك، يعني على سبيل المثال زي صفحة ال Welcome، مجرد ان انت تضيف عليها هدول السطرين. ايش هو هذا السطر؟ بدك تضيف ميتا انفورميشن، ايش النيم تبعها؟ عبارة عن فيو بوينت. ايش الكونتنت؟ عبارة عن width بتساوي الديفايس width، فهو لوحده بروح بحدد قديش عرض الشاشة تبعت الجهاز، تمام، وبحط السكيل تبعها بواحد، فبالتالي الكونتنت بتكون مناسبة لحجم الصفحة. بدل ما انت تخليها انه الصفحة تبعتك استاتيك وتيجي تعرضها مثلا على الجوال بتضطر انه بيعرض لك اياها كتير صغيرة، بتضطر انه انت تكبر، لا هو بروح بصفة الكونتنت بحيث انه تكون مناسبة لحجم الشاشة. وايش كمان بدك تضيف؟ سطر تاني لينك لهذا الستايل شيت، وين موجود؟ في مجلد الاستاتيك سلاش بوتستراب من دوت سي اس اس، والريليشن عبارة عن ستايل شيت، تمام، والميديا سكرين. هذول السطرين تاخذهم زي ما هم وتحطهم عندك على الصفحات اللي انت بتصممها، صفحات ال HTML، خلاص صار الصفحة مطبق عليها الستايل شيت، ونفس الوقت صارت ريسبونسيف، تمام. عشان انت تشوف ايش الفرق ممكن اعمل لك ريندر هنا. نعمل لك ريندر هنا ب Edge، شايف كيف؟ هذه عادية بدون ستايل شيت، لأنه أنا أصلاً فتحتها إنه فتحتها كصفحة HTML عادي، لازم أنت تعملها ريندر من خلال الفلاسك. فعشان هيك أنا إيش بدي أسوي؟ بخليها مفتوحة هذه، أوكي. وهنا بدي اروح اشغل الابلكيشن اللي بيستدعي صفحه الويلكم دوت اتش ام ال اللي مطبقين عليها الستايل شيت، اعمل ران. شغله طبعا خلال البراوزر. طبعا هذه الصفحه الرئيسيه، احنا الصفحه تبعتنا الويلكم، شايف الفرق؟ هذه مطبق عليها ستايل شيت وريسبونسيف، هاي بدون، تمام. طيب ايش بتلاحظ انت عندك هنا في الصفحة؟ بتلاحظ انه في عندك رابط. خليني انتقل على الفايرفوكس لانه بقدر اورجي لك هاي الشغلة بالفايرفوكس بشكل افضل. بتروح هنا على في المنيو، تختار ويب ديفلوبر، لانه بطبيعة الحال انت خلص صرت الان ديفلوبر، ويب ديفلوبر. وايش بتختار؟ انسبكتور.
تمام، او بتختار اي واحدة منهم هدول لانه اصلا هم كلهم موجودين هنا. فهنا في الويب ديفلوبر في عندك هنا النيتورك، خلينا على النيتورك، هي نفس التاب بس بفتح لك بشكل مباشر على التاب هاي. ايش بتلاحظ؟ بتلاحظ انه في انت عندك، خليني افتح الصفحة الرئيسية زي هيك. ايش في عندك هنا؟ الميثود get والستاتس قديش؟ 200. اخذنا المسجز هدول اذكرك فيهم المرة الماضية، حكينا انه ال HTTP messages 200 اوكي، معنى طلبك موجود وبعثنا لك الرد. 404 الصفحة اللي انت طالبها مش موجودة. 500 عبارة عن سيرفر ايرور، بتعرف انه في عندك خطأ في السيرفر وممكن تفعل الديباج عشان تعرف وين الخطأ. طبعا ليش انا بورجي لك الشغلة هذه؟ لانه هي الطريقة الوحيدة انه انت تجرب الويب سايت تبعك، انه انت تجرب الويب سايت تبعك. هنا بتروح بتفتح الديفلوبر كونسول زي هيك، تمام، وبتفتح بتشوف قديش بيستهلك ميموري، قديش البرفورمانس تبعه، الستايل شيت، كيف تأثير الستايل شيت، تقدر تعمل ديباج هنا. احنا اللي بيهمنا الآن النيتورك، تفاعلات الرسائل. هاي أنا عندي الصفحة الرئيسية، خلينا أفتح صفحة الويلكم. سلاش ويلكم. ايش عمل؟ جيت جيت جيت، بس هنا جيت لايش؟ صحيح، بس عشان انه الحجم تبعها بالضبط. هنا صفحة الويلكم، جاب صفحة الويلكم. هنا جاب لك صفحة الويلكم، حكى لك قديش اخذ، انه ايش التايب تبعها وقديش اخذ ملي سكند، 3 ملي سكند، تمام. لانه انت لما تصمم صفحات مش مستخدم واحد بيفتحه، عندك ملايين المستخدمين، لك شوف قديش بياخذ تايم بالملي سكند. وايش كمان؟ انا عندي هنا فيفريت او الفيف ايكون دوت اي سي اي سي او، هذا عباره عن الايكون تبع الويب سايت، انا مش حاططهم، تمام. فايش حكى لي هنا؟ انه 404. وايش جاب؟ ايش كمان عمل؟ جيت للبوت ستراب السي اس اس بهذا الشكل، تمام. فبالتالي هنا في هاي الصفحه فعليا انه انت بتقدر انه انت تشوف تفاعلات. خليني انا ايش اعمل؟ اعمل كليك على هذا اللينك. هذا اللينك لو شفته الكود تبعه هيو هنا صفحة الويلكم، وهي عبارة عن صفحة عادية، تمام. هنا في البادي في عندي باراجراف، كليك، وهنا رحت ضفت هايبر لينك، تمام. على وين بيودي؟ على الصفحة الرئيسية، تمام. واللينك هذا موجود في كلمة here to go home، فبالتالي انت لو شفتها في الصفحة عندك فعلا كلمة ال here هي عبارة عن لينك، لو ضغطت عليها بيوديك على الصفحة الرئيسية في الابليكيشن. لما تضغط زي هيك ايش بتلاحظ التفاعلات؟ انه انت عندك هنا get للصفحة الرئيسية للسلاش فعليا، والستاتس 200، والايكون لسه ضايله مش موجوده 404. ممكن هنا في الصفحه الرئيسيه تضيف رابط على الويلكم سلاش ويلكم، وبترجع بتشوف التفاعلات بهذا الشكل، تمام. فبالتالي لو في خطا معين انه انت ممكن تكتشفه من هاي الكونسول من خلال الديفلوبر. موجوده على الكروم، في الكروم انت بتضغط على اف 12 على ما اعتقد، اف
12 او اف اذ اف 11 اف 12 هاي انت عندك النتورك زي هيك كل ما تضغط على لينك بروح بجيب لك اياه زي بس مصفطه بطريقه مختلفه. طبعا انا بفضل الكروم هذه ممكن تتنزلها وتجيبها تحت تمام وممكن انه يورجي لك اياه هنا على ديفايسز مختلفه. هي جاب لك تحط مقاس الشاشه قديش وجاب لك ترتيب الكونتنت كيف بهذا الشكل. هاي الشغله برضو موجوده هنا في الفايرفوكس انه ممكن انسبكتور انه تحدد جنب هنا فوق ايوه بالضبط هنا بتحدد مقاس الشاشه تمام وبتحدد كيف راح يظهر معك التصميم تبعك بهذا الشكل بما انه هو ريسبونسيف تمام. عندك هنا في الفايرفوكس انه مصير لك اياها انه النص الفوقاني للهاتي والنص التحتاني هو للكونسول. في الكروم بعمل لك اياها انه بقسم لك نص بنص. ممكن برضو هذه تغير الترتيب تبعها زي هيك. طبعا هذا الكلام على شاشه كبيره بيكون مناسب بالنسبه لك ومريح بالنسبه لك انه انت بتشوف تقسم الشاشه لنصين، نص تعمل فيها انسبكشن والنص الثاني بتشوف كيف التصميم تبعك الشكل تبعه. فبالتالي تضغط على F12 بيجيب لك اياها ولو انت ما كنتش فاكرها بتروح على More Tools وبتختار هنا Developer Tools Control Shift I بيظهر لك اياها تمام. طيب الان بعد ما خلصنا موضوع CSS يعني صفحة الستيبس هذه احنا عملناها المرة الماضية تمام هيها ايش اللي ضفت عليها بس انه نسخت السطرين هدول وصارت هنا الستيبس كانت صارت ريسبونس. شوف لي اياها كيف هنا كيف شكلها بدون الستايل شيت. هاي شكلها زي هيك تمام. لما نطبق عليها الستايل شيت نحط سلاش ستيبس هاي مطبق عليها الستايل شيت زي هيك. طيب خلينا نوقف هذا الابليكيشن ننتقل للمثال اللي بعده. في المثال اللي بعده احنا ايش بدنا نسوي؟ عندي هذا الابليكيشن هاي الامبورت هاي تعريف الاوبجكت هاي تعريف صفحة السلاش بترجع نص عادي. صفحة السبورت برضو بترجع نص عادي تمام. وهنا صفحة الهلب نعمل فيها ريندر لتمبلت. الآن الريندر للتمبليت الجديد في الموضوع إنه إحنا راح نمرر له باراميتر. الباراميتر هذا اللي بدي أمرر له إياه إيش هو؟ مررت له الباراميتر زمان إنه يعني قبل إنه إحنا كنا نعمل إنه تمرير للباراميتر زي هيك وخلاص. الجديد هنا إيش نسوي؟ نروح بنعمل كوما وبنمرر باراميتر اسمه contact بتساوي contact. طبعا هذا النمط من الباراميترز مر علينا سابقا زي self.name بتساوي name وself.id بتساوي id تمام. فبالتالي هذا الكونتاكت هو عبارة عن اسم الباراميتر اللي انا حتعامل معاه جوا ملف الhelp.html جوا القالب هذا. والكونتاكت هذه هو عبارة عن المتغير هذا تمام. ممكن تغير الاسماء تبعتهم بس يفضل انه انت تخليهم نفس الاسم.
عشان انه انت تتذكر الكونتاكت بتساوي الكونتاكت. تمام؟ ممكن تعتبرها انه انت بالنسبة لك مربكة او تتلخبط فيها، ولكن الافضل انه انت تخليهم نفس الاشي. هجيت هنا في صفحة الهلب، احنا ايش عملنا؟ خلينا نفتحها. احنا اتفقنا كل التمبليت بتكون عندي في مجلد التمبليت. هاي الهلب، وين الهلب؟ هيها. يبقى هي عبارة عن صفحة HTML عادية. تمام؟ هذه الشغلات احنا ضفناها المرة الماضية. ايش بدي اضيف؟ ضفت مقطع جديد هنا H3 to contact support, send email to. هذا كلام بدي احطه طبعا في باراجراف، انا بكتب كود HTML باراجراف على طول بسكر لي اياها. بدي اخذ البارامتر اللي مررته في دالة الريندر. فكيف بفتح؟ بفتح قوسين زي هيك. اول ما تفتح قوسين زي هيك على طول لحاله بسكرهم. ايش اسم البارامتر؟ كونتاكت. تمام؟ فبالتالي هو فعليا حياخد الفاليو من المتغير هذا، هو البريد الالكتروني هذا، وحيمر البريد الالكتروني هذا لمتغير اسمه كونتاكت، وانت حتتعامل جوا مع الملف في ملف القالب هذا. انه انت بدك تعمل ريندر للفاريبل هذا بده يكون من خلال كونتاكت، وبتحطها بين قوسين بهذا الشكل. طبعا برجع بكرر لك مره ثانيه اهميه هاي الشغله، لانه احنا فعليا في الويب ابلكيشنز الواجهه عندنا عباره عن صفحات HTML، فاحنا راح يتكرر معنا انه احنا ايش نسوي؟ انه احنا نعمل بروسيسنج، مثلا انه اخذ علامات الطلاب، اجيب المجموع تبعهم او اجيب الافرج تبعهم، والافرج اروح اظهره للمستخدم على شكل صفحة HTML، او اظهر له اياه كتيبل، كل طالب وايش لا على العلامة تبعته، كل طالب وايش العلامة، فبعت له اياها كليست. هنا بروح بلف على عناصر ليست كلهم وبروح بظهر له اياهم في تيبل زي هيك. فبالتالي انت فعليا بتمرر قيم من البايثون، انت حسبتها كل طالب والافرج تبعه. الافرج عباره عن المواد كلها اللي اخذها مجموعها على عددها. تمام؟ وبتعملها ريندر هنا. فهذا الاشي حتلاقيه متكرر عندنا بشكل كبير. تمام؟ عشان انت تشيل الكونفيوجن، ممكن هذا الاشي انه اغيره كونت. فبالتالي انا وين بدي اغير؟ بدي اغير هنا ولا بدي اغير في جوا ال HTML؟ جوا ال HTML بدي يكون هذا اسمه كونت. تمام؟ بس انا حكيت لك انه يفضل انه انت تخليهم نفس الاشي كونتاكت. وهنا راح يكون كونتاكت. الآن لما نشغل هذا الابليكيشن، خلينا نفتح هذا الكلام على وين؟ على الفايرفوكس. عشان اورجي لك الصفحات انه لو ما كانتش موجودة تشوف الايرور مسجز. هذه الصفحة الرئيسية، ونظهر نتورك بهذا الشكل. هنا بعمل ريلود تظهر معايا زي. طيب ايش انا في عندي صفحات في الابليكيشن؟ استرجع معايا، في عندي صفحة السلاش، نعم، في عندي صفحة السبورت، افتح السبورت سلاش سبورت، ايوه عمل لك جيت لصفحة السبورت. تمام؟ ايوه عملت ريند لتكست اسمه how، يعني انه الفاليو تبعته how can I help you. تمام؟ والايكون هنا مش موجودة.
الآن لو فتحت صفحة مثلا account، هل الصفحة هذه موجودة؟ نعم، فيها هنا ثلاث صفحات، الصفحة الرئيسية، صفحة السبورت وصفحة الهلب، فبالتالي إنه هي مش موجودة، فبيجيب لك 404 not found، الكود تبعها بيظهر لك إياه هنا. يعني خلينا نرجع لصفحة الهلب، ففعليا أخذ الباراميتر هذا، هو عبارة عن الإيميل أدرس، وعمل لي إياه ريندر في الصفحة بهذا الشكل. تمام، الآن لو عملت لهاي الصفحة ريندر هنا خارج التطبيق تبع الفلاسك، ايش بيظهر لك هنا في الكونتاكت؟ بيعوضش فيها لانه انت خارج التطبيق. فانت عندك في صفحة ال HTML انه بيظهر لك اياها كباراجراف، افتح قوسين كونتاكت، افتح قوسين، مش ويب ابلكيشن، هذا عبارة عن صفحة انت بتظهرها كصفحة HTML عادية، فبالتالي بيعملش ريندر لهذا الفاريبل. تمام، واضح. الان الفاريبل هذا لو احنا غيرنا هنا IUG، حكينا انه انت عندك خيارين، يا اما بتعمل ديباج انه بتفعله ترو، او بتعمل ريستارت الابليكيشن. وهنا اتفقنا على الفايرفوكس، هنا لو عملت ريفرش لاحظ انه كيف الايميل حيختلف معك، واضح كيف انه هذا عبارة عن فاريبل من اسمه فاريبل متغير كل مرة بتعمل له ريندر. يعني هذه فكرة مبسطة، الان حناخد اشي معمق اكتر، واضح بالنسبة لكم؟ واضح؟ طيب كي نعمل ستوب، وخلينا نعمل ابلكيشن من الصفر، وبلاش من الصفر، ممكن ننسخ هذا زي هيك واختار هنا نعرف صفحة جديدة. طبعا التطبيق هذا انه هيو اساسي، ايش فيه؟ انا عندي الامبورت، عرفت فلاسك اوبجكت الصفحة الرئيسية بس، تمام، والرن تبع المين. انا ايش بدي اسوي هنا؟ بدي اعرف صفحة جديدة اب روت، والصفحة هذه بدنا نسميها اد. طبعا بدنا نعرف دالة لهي الصفحة، ديف اد. ايش بدي اسوي هنا؟ بدي اعمل امبورت اضافي، بدي اخذ ريكوست، هذا عبارة عن اوبجكت برضه موجود في الفلاسك، عبارة عن كلاس موجود في الفلاسك، فبدي اخذ باراميتر. انا بمرر رول هاي الصفحة، ايش اسمه؟ اكس، هو عبارة عن ريكوست دوت ارجز ارجمنت دوت جيت، اسم الباراميتر اكس، ممكن يكون اسم مختلف، ممكن يكون اسم مختلف، بس يفضل انه انت تستخدم نفس الاسم. وهنا بيعرف باراميتر ثاني الواي، نفس الفكره. هجيت الباراميترز هذول من وين باخذهم؟ من اليو ار ال، هورجيكم كيف. بس ايش بدنا نرجع؟ نرجع مجموع هذول القيمتين، اعمل ريتيرن، طبعا بدي احطها اتش 1 عشان تكون كبيره، واقول له انه result بتساوي، وهنا اسكر اتشول واستخدم دالة الفورمات، وهنا بدي اعطي له التوتال. طبعا التوتال يفترض انه انا ايش بسوي؟
بعرف هنا التوتال قبل بتساوي، يفترض ان هدول باخذهم كسترينج فلازم اعملهم بارسينج لانتجر، انت للاكس زائد انت للواي. تمام، خلينا نشغل. طبعا هذه الصفحة الرئيسية هلو وورد. ايش احنا ايش هنعمل؟ هنفتح صفحة الاد. طبعا راح يكون في عندي سيرفر ايرور لانه انا ما مررتش باراميتر. شوف اقرا الايرور هذا حتلاقيه هنا. هنا لما انت يعني حاولت تعمل بارس للانتجر اكس، بارس للاكس كانتجر، هو بتوقع منك انه انت تمرر له سترينج، لكن هو ايش لقى؟ نون تايب، لانه احنا ما مررنا باراميتر. كيف بدنا نمرر باراميتر؟ نرجع هنا على البراوزر وبنقول له هنا حط علامة استفهام، معنى ذلك انه انا بدي امرر باراميتر. ايش اسم الباراميتر هذا؟ اكس. بحط الفاليو تبعته بتساوي 3. بدي امرر باراميتر ثاني بحط اند امبرسنت واي بتساوي 7 بهذا الشكل. فهنا جاب لي انه الريزلت تبعهم بهذا الشكل. لقيت هذه اذا مش واضحه بالنسبه لإلك، هي وهذه الشغله اكيد مرت عليك انت في URL، بتلاقي انت في عندك علامه استفهام باراميتر بتساوي and باراميتر ثاني بتساوي value بهذا الشكل. فبالتالي انت هنا بتمرر باراميتر من خلال ال URL. كيف بتاخذهم؟ من خلال request.args.get. طبعا هنا الباراميتر x و y، معنى ذلك انه لو غيرت هذا ان واحد وهذا ان واحد، وين المفروض اني انا اغير؟ في اليو ار ال. تمام، فبالتالي هي بدي اعمل لك ريستارت هنا وهنا. هو بياخذ البارامترز اللي هو بده اياهم، لانه انت عامل هنا جيت للاكس والواي، جيت ان واحد وان اثنين. لو انت مررت اكثر من واحد مش حيصير اشي، بياخذ الاول والثاني بس. تمام، انا عندي ان واحد وان اثنين يفترض هنا. اعمل ريستارت وهنا في البراوزر هنا يفترض اغير ان واحد هنا ان اثنين. ان واحد هي ان واحد وان اثنين، شايف هنا؟ غيرتها غيرتها. فهنا نتيجة، خلينا نغير ان اثنين 4 بيطلع 11، 4 و7 11 بهذا الشكل. انا بالنسبة لإلي خلي البارامترز زي ما هم خلاص، وانت بتعود على هاي الشغله انه الاكس اكس والواي واي، زي السيلف دوت اي دي بتساوي الاي دي والسيلف دوت نيم بتساوي النيم. تمام، هيك اسهل انه خلاص انه انت بتكون تتعامل معها زي اعمل ريستارت نتاكد انه شغال. اكس هنا واي وهنا 4 و5 4 و4 8. طيب لقيت هذا الكلام بدنا نعمل له ريندر لصفحه، في صفحه يعني الريزلت هذا او التوتال، بدل ما انا عامله زي هيك بدنا نعمل له ريندر. هو ببساطه بروح بشوف شو بسوي، بعرف صفحه ثانيه هذه اخليها عشان انه انتم بالنسبه لكم كمثال. بعرف صفحه ثانيه بسميها اد 2
طبعا والميثود حتكون add 2، هناخد نفس البارامترز ال x وال y حجمعهم بعد ما احولهم لانتجر، وهنا في الريتيرن حتكون انا عندي render template. كيف؟ لازم اعملها import render template. ايش بدي اعطيها؟ صفحة HTML ونقول له add2.html. وايش بدنا نعمل له باراميتر؟ total تساوي total. تمام؟ طبعا الصفحة هاي مش موجودة، بدي انشئها. add 2 اتفقنا. اوكي، وبدي اخلي لك اياها انه اطبق عليها البوتستراب، فبدي اخذ انسخ هذول السطرين من هنا واحطهم في صفحة الاد. هنا اغير التايتل مثلا ل calculator، طبعا هي كالكوليتر مبسطة. وهنا في البادي بدي اعمل ريندر لل، طبعا بدي احطها H1 عشان تكون كبيرة، وبدي احكي انه result is، كيف بعمل ريندر للفاريبل؟ بفتح القوسين، ايش اسمه؟ total بهذا الشكل. طبعا خلينا نشغل عشان نتأكد انه تمام. يبقى انا عندي الصفحة الثانية اللي بنعمل فيها ريندر ايش اسمها؟ add 2. يبقى هنا نفس، خليها نفس البارامتر add 2. تمام. طب ممكن نعمل برينتر للباراميترز كلهم واقول له انه الاكس زائد الواي بتساوي كذا. خلينا نمررهم كلهم. فهنا بدي احكي له انه الاكس بتساوي الاكس والواي بتساوي الواي بهذا الشكل. طبعا هنا الاكس اللي انت هتستخدمه جوا الاد 2.html، والواي هاي هي الواي اللي جوا. اما الاكس هذه اللي بعد اليساوي هي هاي فعليا، هو فعليا انت لما تعملها زي هيك لحاله بروح بعمل لك هايلايت هنا اللي هو هذا الفاريبل اللي انت اخذته كباراميتر، والواي هاي هي هاي. تمام، بالاضافه للتوتال. فهنا راح اغير الجمله هاي واضيفها في اتش 2 واحكي له انه خلي بالك الاكس زائد الواي بتساوي توتال بهذا الشكل. ريستارت للابلكيشن. طبعا هنا الريستارت هذه، هنا انت لما تعمل هذا الخيار هنا الديبج تعمل عليها تشيك زي هيك، خلاص ما فيش داعي تعمل ريستارت لكل مره للابلكيشن. فبالتالي هنا بترجع بتشغل هنا الديبج مود اوف، ديبج يعني تصحيح الاخطاء، لما ترجع تشغل صارت واحد ترو يعني. تمام، فاي تعديل انت عندك على الكود بنعكس بشكل مباشر، بيغير بس بعمل ريلود مره ثانيه لوحده السيرفر. تمام، هنا 4 زائد 4 8، فعملنا ريندر للثلاثة باراميترز. خلينا نشوف 3 و4 قديش، 7 بهذا الشكل. تمام، فبهذه الكيفية احنا بناخذ باراميترز نعملها ريندر على صفحة ال HTML.
المحاضرة الجاية إن شاء الله بدنا نشوف كيف البراميترز هذه، بديش أمرنهم من خلال الـ URL، بدي أخذهم أنا عندي input في الفورم. نعمل فورم في الـ HTML وبدنا نأخذهم كـ input. تمام؟ في أي سؤال؟